يا ناس لن جدته تحب ان تدعي لي ماشي. انا عندي حصانه. ها عندي حصانه عند فارس حصانه تقصد؟ وانا جاني خالي بعد قال لي جدتك تحب وجاني واحد اليوم من الحفر قال جدتي تسلم عليك. وعليكم السلام يا جدة ام احمد الله يطول لي عمرك ان شاء الله يا جدة ام احمد. هو يقصد كذا. انت شو اسمك اليوم؟ اي جدة مناحي. لا امس جدة مناحي ابو جدتك ابو ام ابوك الله يطول عمرك ان شاء الله. قال تسلم لي على فارس. الله يسلمها. الله يسلم من نار وعذاب. الله يطول عمرك ان شاء الله. قصي المقطع هذا نزلي حاله حاله منصة الشيبان موثوقة. سؤال كم تقيمني؟ أنت فوق التقييم. أطلق مقدم مرة على. أنت لا صدق الربع بدون مجامل. والله إنك ثقة. والله إنك ثقة. أنا بقول لكم شيء. اللي صرت أسبوع الجاي دوري ماني مسولف معهم ماني مسولف معكم. ليه؟ أبى أخلي كل اتصالات جمهور فقط. كلهم علامات. لهم حق والله. أنا أشهد. أصبح أصبح. بعض الجمهور ما ودي يتصل. ليه؟ ما أمسك الخط زحمة. يمسك امسك غصب لا يدق راسه زي ضغط على اتصال ترى رقم اتصال من الحين اقول لكم لا شفتوا اسمي بمقادير اني مقدم ابيكم تحرقون جوال ابو ربيع واذا ما رد نسوي عليه حمله لا لا شوف عشان ما يصير في زحمه يعطونا جوالاتنا ونستقبحنا على جوالاتنا كل واحد يستقبل اتصال لا 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 نحط الجمهور يا اخي حق الجمهور لا حق صح الجمهور ادري بس عاد هذه صعبه خلاص اجيب اربع جوالات هنا خلاص سجل رقمي 05 نهرب جوال لعيون يقول ما بغى يضغط زر الفاصل لا حاجه بسيطه اي شوف بيضغط قال كذا اللي بالاعداد قايق سوى نفسه قصه سلطان 056 صدق سلطان الاعداد ذاك كله يحبك لا والله لا اعلمك ليش يحبونه يا اخي روتهم وجا فيها بركه يحللونها والله يا انت اني شفت اليوم جدد عشانك شفت ثلاثة جدد ما قد طلعوا شفتهم يتوضون قلت أنتم من وين؟ قالوا حنا من بداية البرنامج جايين دعم إيه لا يقول من زمان قلت طيب ما تطلعون؟ قالوا حنا إذا سلطان موجود ما نطلع من الغرفة أبدا ولا يعرفون نص الكلام أصابعهم جبصة بعد جبصة هذه معضل واحد هنا عنده إيش القناة اللي ما فيها واصل؟ هذا كل قناة عشان يجي يوقف اللي تتكلم عن أبو خليتي حلو يعني أنت يعني مخطط له يعني أبو دعس إيه بفكر يعني أجر أحسب أجر أحسب أجر أي أجر أجر علوم طيبة تعمل كل مع الوقت كل فاصل يجي أبو خليتي لذلك أنا أحب الأجر تحسب الأجر راح يتزكى كان نيتك كذا راح يتزكى جيب لي ماء جيب لي غسول كان أبو حرب من اللي بيجيب لي غسول عنده ما يعني ما بتيجي لا غسول 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 الشيبان جيب لي ماء موص الحمد لله يطعمني هذا ورزقني من قيل حول مني ولا قوة يلا يا ابو ربيع تسحب مايكات تعال امسك بث تعال اسحب بث امسك بث يا ابو ربيع ما اسحب انا بمسك البث لين تجول ابكيك عطني 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 يا ابو ربيع ايش اسمه صدع عندي ابيات بشلها اشوف راي الجمهور فيها عطني مضبوط سلطان اسمع يا سلطان مجنون متولع بحب مجنون ويموت بحبها ويحب جايبها الجاد للي في حب الوضح من هبله ما ادري وش اللي رماني بين يديها ما تحفظ الا قصايد جده في ابله وتضيع ابيات اللي كتبتناها فيها هلا 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 بمناحي مناحي هلا بالاستاذ مناحي الاستاذ الكبير الاستاذ القدير مناحي الحمد لله على السلامة يا مناحي الله يسلمك طول عمرك ومنين جاي؟ جاي من أجمل وأغلى وأحلى المواطن حفر الباطن ما شاء الله تحية لأهل حفر الباطن يستاهلون تحية 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 أيوة. أنا رغم الظروف اللي فيني تحية يا أبو أنا أقول لو أنك تداور تروح تغسل عشان ما يصير عندك ظروف شكرا يا أبو ربيع تكاية صلاة
ابو دويحس مساء الخير. كيف الحال؟ ابو دويحس كيف جاتك فكره تقديمك للبرنامج؟ فكره تقديمي للبرنامج هي سبحان الله هي صدفه اكثر منها فكره. طبعا انا كان متابع البرامج يعني مو من مسافه طويله يمكن من سكربت واحد تابعت برنامج في برامج تابعتها وفي برامج ما تابعتها يعني رغم متابعتي سكربت واحد جنتل وبرامج شيء نتابع وشيء ما تابع وجالس بزنس اثنين هو باثنين ثلاثه كان في فكره تشعل على قمه وصراحه انا استهوتني الفكره كان ناوي اني اقدم ولو بعني النية مو في 100% أول ما جت فكرة شأن القمة جاء عندي فكرة وسبحان الله زي ما تقول فكرة التقديم على البرامج بشكل عام يعني بدون شأن القمة يمكن 10% أو يمكن أقل بعد ما أقول وش الموهبة تقدم بها وش اللي بيصبر لي في البرنامج وش حاجات تخبر تفكر فيها دائما يفكر الإنسان يوم سبحان الله جات فكرة شعل القمة والأمانة فيها أشخاص من الشباب من الجماعة كلامهم كان حافز إيش رأي ليه ما تقدم ليه ما تقدم ليه ما تقدم بتنجح بتنجح ها حافز حسب حساب مواطن دبيب المهم قالوا حاول إنك تقدم كذا وقدمت حتى ما علمت حد لاني سبحان الله استخرت كذا مره استخرت على التقديم حتى يعني هل اقدم ولا ما اقدم جاء يوم من الايام وانا امشي كذا رايح واحد من الجماعه سبحان الله رفع السناب كان والله اني بصور مقطع عليه يقول انه كليب ايه رافع السناب ابغى اصور سناب ما ابغى اصور تخيل شوف الصدفه وشوف تدبير الله سبحانه وتعالى رافع السناب ابغى اصور سنابه أول مرة السنة قلت ليش ما أقدم على لأنه ماخذ رقمه وكان عندي وقدمت أرسلتها المسألة نسيت منها والله ما حتى بعد يومين أو كذا والله ما أدري يومين ولا ما أدري كم يوم جاني المقطع قبول يوم جاني مو مقطع رسالة قبول يوم جاتني كذلك استخرت كم مرة ويمكن إلى قدام الموعد 5 ساعات 6 ساعات وأنا ما جاني الصبر إني أروح أقابل أسوي مقابلة بين هاي وبين هاي يا والله عزم سبحان الله جيتهم على طول ما جيتهم قولا أنت مع أنك كنت متابع البرامج الواقعية لكن ما كانت عندك الصملة للتقديم والله ما عندي صملة ولا عندي أقول لك يعني الإنسان أحيانا بين كل ما تجي كل ما تبغى تقدم تطري عليك الأشياء واللي وراها من دفع دراهم من إيش المحتوى اللي بتقدمه من ردة فعل الناس تقبلونك الأشياء واجد أنت وكل واحد منكم يراود نفسه يتراود هي جاب يقدم حاجات كثير كثيرة لكن سبحان الله أي شيء فيه استخارة نحمد الله ونشكره حتى من داخل تطمن والله إني كل ما جيت بتردد أو كل ما جيت حتى أنا هنا البرنامج أقول مثلا أقول يا أخي برنامج ليش بقدم ولا ليش أحيانا يجيك هذه الشعور يطال الوقت وكذا يجيك الشعور هذا بس إذا طلع لي إني من أحمد الله ونشكره ونستخير الله سبحانه وتعالى إني أطمئن من داخل ونعم بالله نروح الحمد لله فضل من الله اجتمعنا واستانسنا تعرفنا على بعض خيرة وصراحة فيه حاجات حلوة استفدنا من البرامج كثيرة أنت سعيد بمعرفتك لفارس؟ كثير وهل تتوقع أن فارس سعيد بمعرفتك؟ جدا جدا فيك أنت خلنا شو ما عندي يمكن أنا حب من طرف واحد الاحتكاك أحيانا مشكلة لا بالعكس يعني أنا شوف الله عليك أنا تصدق ما شاء الله تبارك الله إني ما والله الذي لا إله إلا هو ممكن ما أحتاج حتى أحلف إني ما في أحد من زملائي إني أشك إنه ما يبدأ إني شعور محبة ما في أحد ما أنا أقول لك إنه
يحبني 100%؟ علمك سر عنه تمام. وش؟ طيب ايوه واصل واصل الاجابه. اقول ما في احد من زملائي نحن نشكره. ما يعني ما ما انا اقول هذا ما يبادلني الشعور. يعني اقول لك 100% صعب يعني ما في حب بس ادري ان نحمد الله شكرا. طيب انت تذكر تفاصيل البدايات؟ بدايات البدايات كلها؟ بدايه كان يمكن اول جلسه مع الشباب. اي طيب. قمت تفكر بوجيههم. في احد يعني كنت تطالع له بشكل يعني مثلا بنظرات مستمره ولا؟ مستمره او نظرات غريبه تعجب ولا نظرات والله ما ادري على الامر يرجع لك. فعلا نظرات اول شوف طب الصراحه الشباب يعني اول ما جلسنا في ناس قلت هذا لا وش جايبهم؟ ما وش جاي وش مقدمين ايش عشانه؟ ما عندهم شيء. احد احس ما عنده شيء. واحد اقول بيقرفنا في النسخه بيدبل كبودنا. واحد اقول لا ان شاء الله اموره طيبه. طيب اذا انك اول واحد يمكن اول واحد تجريت عليه وضحكت معه حس اني دخلت مع الرجال اول ما جلست جنبه كان يعرف لهجتنا ويعرف طلع يعرف ناس من الجماعه من رابعنا اول ما تكلم لهجتنا شو اول هذا اللي مفله يا طول البرنامج عرفنا عرف اموره استانسنا وفعلا وفيه ناس من محمد بندر اول ما شفته جالس معانا وشكله يا ولد قلت هذا مو منقرب ذا هذا اللي يطال البرنامج بتدابس احنا يا خير ولا شر. وأمانس من اول ما بدا وتكلم قالت انك قلت هذا مره ها انت عندك رش الرجال. طيب ام علي الشمراني تيجي يجدر مشي انا وش اللي مشاركين به؟ اخر شيء طلع صار الجمهور عنده طلع حبيبي وطلع كل ما ذكر وجه من اللي جنبه؟ نواف الشهري نواف ما ادري يمكن نواف الشهري بس اني اتذكر كل ما شفت علي الشمراني يعني يجدر مشي انا ايش عنده مشارك؟ هم مهذل اول ما جانا مهذل جانا عاد في التصفيات اذكر يقول هذا بدوي وبعد كانه لا وجه الشين بس يمكن تمشيه بدوي انه على طبيعته يسولف على طبيعته وكذا يمكن تمشيه قحصت عليه قلت انا ابغى اتحرر من تذكر بعد من الشباب؟ اما حمد طواله اول ما شفته قلت هذا نجم الجمهور على طول على طول وش معنى؟ والله هذا نظره ثاقبه وش معنى؟ رجع وجه زين وجه سمر ان شاء الله صاطي واجي اللي سبحان الله اخذ عن النظرات خليني اتذكر لك بعد فارس انا قلت اول واحد إيه ليش كنت تنظر له بنظرات غريبه؟ لا مو غريبه اقول لك اول ما جلست جنبي انت كنت يعني تبحر وانت تناظر الفارس ليش؟ لا فارس هو ايش بواحد من الجماعه كل ما اشوفه يطلع واحد والله اني خذي فتره طويله الى هنا قريب وانا كل ما اشوفه يطلع علي واحد خص عيونه يطلع علي واحد كل من ممكن اول لقاء اقول لا هذا السر تدمع عيونك؟ لا والله ما ادمعت يا اخوي فيني نوم وبرا راح انام والله كل ما اشوفه يطلع كل باسم الله يذكره بالخير كان يعني بهذا الجانب وان شاء الله بس باسم انا ان شاء الله انا وعد الجمهور قلت 90 الا اقسم يا بشرك ابراهيم اللي طاف ما بسيت اي زين لا شوف يا جمهور عشان تعرفون اني وعدتكم شيء التزم به. ما نقول ابراهيم الاخير ما عيونك غطت 4-4 متى؟ متى؟ الناس الجمهور عشت ادخل اليوتيوب واكتبوا اخر ابراهيم بس ايش؟ عشان خاطرك بخاطر ايوه بيض الله وجهك. طيب محمد المسردي لا محمد المسردي يدخل القلوب قدام يتكلم الله يطول عمرك مجرد ابتسامته ذي تسحبك على طول. طيب انت تتوقع لو جيت بسأل مثلا تفضل الشباب وش قالوا عنك بالنظرة الأولى؟ أنا هذا المستغرب الحين متقبليني ما تقبلوني. في ناس تراجد يقول حتى شو اسمه حتى عبد الرحمن الكريم أنا جيت أبو صالح هنا قال لي أول ما شفتك قلت أقبله. ويوم جيت عبد الرحمن الكريم قال تصدق لو أنهم ما قبلوك اللجنة اللي معي إني أقول أول شيء أشوف في رسالة
وكل يوم ودي اقول لك اذا شفت الرسالة قلت يا ولد هذا ما هو من قبل هذا قثيث هذا بيكبون هذا وكل ما شفته قلت ما بقابل وخليته كم يوم مو كم يوم اما عقب الرسالة اقول وقت اقول ادخل عليك اقول باب واقول لا لا اقول لك لا لا مرة اقول اقول يا ولد الحمد لله يوم قبلناك عينك سفر قمر ما شاء الله سفر قمر انا قد قدمت على برنامج ثاني نفس الوقت نفس وقتنا قدم قدم هناك هناك متجهة متجهة غرب ما ادري شرق ايه قدمت بالجوال جتني الرسالة رحت للربع هذولاك رحت نعم رحت كنت متحمس لكن شوف سبحان الله الخيرة ما اللي قابلك ناس اي ولد لا لا بدون اسماء انسى تسوي لا لا ناس ناس بدون اسماء بدون اسماء تقصد برنامج شعر الرايه هو شعر مليون اي المهم طال عمرك سويت مقابله ابدعت فيها صراحه يعني. عنده سمراء المهم عندهم شجر سمر وعندهم سدر خذها تسر تقوى بدوي سمر وسمره وكذا المهم طال عمرك وانا اقدم لكن ترشحت وجيت للثانية دخلت في قبول مبدئي مرحلتين هي مرحلتين مبدئي ولا ايش؟ اول شيء مقابلتين عقبه يرشحونك هذا برنامج البرنامج الحين شغال ولا البرنامج الاول؟ اللي قبل هذا اللي قبل اسبوعين اللي يأهل البرنامج الثاني اي لك خايس زينك ما دخلت فيه لا لا بعلمك المهم شوف الخيرة سبحان الله فجيت الأولى وكان عندي أمل خلاص أعطوني ترشيح جيت الثانية يوم جيت الثانية طال عمرك وقدمت بصراحة ما عجبني التنظيم أبدعت الصراحة أنا أعرف نفسي كل يقول لك رحم الله امرئ عرف قدر نفسه الأمور هذه أعرف نفسي فيها الحمد لله لا ارتباك ولا شيء جيت وابدعت نفس طبيعتي ما تصنعت ولا شيء رحت على الانتظار جتني خيبة امل فهمت خلاص قلت ما عادني مقدم على انا شوف يا اجيبها من اول مره ولا يعني هذه السنه الاولى اللي نويت اني اقدم على برامج الواقعيه المهم انها ما صابت وانا انقهر رح الشرقية عقب رحت للقصيم عند الحلال خلاص ما لي نفس يوم فتح طال عمرك برنامج الواقع وأنا أصور فيديو والله أني يمكن عند عبد الرحمن شيء فتحت زي كذا بلا لا ارتجلت بيت مدري شاطر مدري شاطرين حتى ماسك الكاميرا كذا قلت والله ما عندي أحد يصورني ولا شيء هذا أنا بغيتوني ولا سلامتكم شوية اللي جتني هذا تقديمك كذا ايه هنا الواقع ايه بيتين شيلة ارتجلتها واصور نفسي قلت انا ما عندي احد يصورني لكن هم صور في مجلس سناب عنيم بالواتساب مرسل لهم المهم دزيتها قعدت 7 ساعات اليوم جتني رسالة والله ما اروح قلت اروح اتعب واروح المكان اللي هنا وحجز وخسائر نفس الربع هذولاك واخر شيء خيبه امل إيه؟ والله اني متردد واصلي وادق على امي واستشيرها قالت استخير يا وليدي كيفك تبي تستخير ولا قلت انت ايش رايك قالت ما استخير المهم وواحد من عيال عمتي هو اللي حمسني صراحه عبيد هو اللي حمسني هو كان في نفسه اول من زمان كان في نفسه يدخل برامج الواقعية هذه لكن ما الله كتب توظف الرجال حمسني قال لي رح 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 والله اني ها ما ودي وانا اركب السيارة وجيت والله طالع لكم من المزرعة لا لبس زين ولا قلت يا رجال ان جات ولا سلامتك ما على حسوب اهم شيء اغير جو واجي هنا يا طال عمرك
وادخل مقابله هي على الهواء على طول صح؟ اي لا تدخل على الهواء اول تدخل مقابله هذه زينتها اي اي ساعي ريالتي ريالتي هي اي هي على الهواء صح؟ اول اي يوم طلعت اللي على طول هم رشحوني على طول هم تقبلوني على طول والله هو اطلع يوم طلعت وناخذ فتره لا والله لقيت قبول من الربع ومن ذا بيض الله وجهك ما شاء الله مقابلتك زين وحمسوني ووقتها والله اني ماشي المهم الا هاك الليل يوم بدا التصويت وبدا كان يحمسني والله باسم الله يذكره بالخير باسم ترى معك هو ايه باسم كنت متواصل معه كان حريص جدا على اني ادخل هنا جدا جدا حريص الله يذكره بالخير هو وعيال عمي بعد ما قصروا عيال عمي لكن باسم بعد عرفتني طبعا اي بس على طول سبحان الله توافقت العقول مع بعض اي والله وكان حريص طال عمرك يحمسني شد على نفسك منا ابشر باللي تبي ابشر وانا اصمل ويوم اني طال عمرك بدا احتمل وطيس الا يومها تبرق وترعد علينا مطر مطر وانا والله اني متردد قلت اكمل ولا اقعد في المطر والوناسه والربيع بس ها بين نارين عاد انا اموت في المطر والبر هذا تدري والله بيحمسوني اللي عندي الربع اللي عندي كنا والله جالسين في خيمه ها وهي تبرق ترى وهي والله انها مسميه علينا صب قلت تدري اقدم انا اي في ديرتنا وهي تسمي طال عمرك وانا اسمي واقدم وباسم معي يحمسني ومازن ترى مازن بعد يحمسني ما انساهم يحمسوني الرياجيل وعيال عمي يحمسوني اللي عندي وانا اقدم خلاص قلت ما عليك عذر قلت والله ما عاد لي عذر واروح المهم ويوم عاد جايين في الطريق انا اللي مرسل الواتساب يوم قلت ترى علي 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 بروق علي والله اني اذكر اني سامع صوتيه اي على يوم جيت عند بريده طلعت من الرس سمعت يوم اقبلت على بريده وهي صواعق وتسمي اول مره اشوف مطر مثلها ويطفي الكهرب من قوة المطر مطر ولا يفكني يا المطر اللي عند المجمعة والله أنا أتسابق مع السحاب وأرسل قلت أنا الحين وش اللي خلاني أسجل هناك خلاص بغيت أدور قلت قلعت أتذكر الربع اللي دعموني واللي ها واللي معي وأنا والله أكمل وها مثل ما تشوفون والله يا أخي سبحان الله من كلامه نطبق عليك اي ترى بدايه سبحان الله خص في برنامج طويل 90 يوم فيه تقديم 99 فيه حاجات فيه امور فيه يعني انت ما انت بداري وش نقبل عليه وش الحاجات خاصه ترى اللي موظف بعد واللي كذا ترى مو بسهله لكن بالعزيمه وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى اذا الله وفقك الله المدبر والله انا فعلا الله مدبر والله ترى يوم جاتني اول يوم جاتني قبول وانا مداوم اول يا اخي يوم جت الرساله والله انا بين شعورين بين فرح وبين توتر ليه بروح اقدم اجازه انا لانك يا قدمت خلاص نويت انت تشتط تطلب اجازه تجمع دراهم بتسوي بتكلم بتثناء بتروح بتقدم بتشوف قلت انا لازم اول شيء اشوف من اذا قبلت حتى الاجازه ما بعد رفعت اجازه والله اني رايح واني جاي من الدوام وبروح جاي من الدوام وبروح الرياض يبغى لها يمكن 4 ساعات انا بالحسن ورقت جاي من الصباح والظهر مقابلتي مغرب ورقت يوم صلاه الظهر اوقد الساعه واحده جات الساعه واحده سبحان الله اول ما نزل جاني انشراح اني اروح خلاص حطاني محرك ولا علمت حد من الشباب يقول لي هناك قلت خلنا ناخذ فلان ولا معلمه بعد وخليته قد في الطريق لازم علمه سبحان الله جات خيره اول ما جينا قبلنا واجازه ورفع اجازه حتى الاجازه ما بغت تزين الحمد لله رب العالمين كل حال تيسير من الله ايه هذا عرفك الناس ويدعوا لك الحمد لله ايش عاد تبغى غير الدعاء والله العظيم ويدعون عليك الاعداد الله يكفينا شرهم والاعداد يدعون عليك
الاعداد ان شاء الله موجودين من الخير. شوف حتى اللي يدعون علي برا وان شاء الله ما بيحددين، بس حتى رغم لو يدعي احد والله سامح لاجل الله سبحانه وتعالى. اللي برا طال عمرك ما يجي منهم الا كل خير. يتابعون ويعطونك وقتهم ويشوفون ويشاركون وبالهاشتاج. انا اقول يعني شو الناس مو على قلب واحد، وانا داري الناس كلهم ما يتقبلون، بس اول شيء يتقبلك اكثرهم. احنا اللي معاك زين تقبلناك. احنا تقبلناك، تبي الناس يتقبلونك. شو انتم همتوني، انا همي اللي برا. لا الله الدبلوماسي. اشكرك ابو دويهس. تدرون عاد يوم جينا هنا ما كنت مرتاح الانس ومحمد بندر، حتى باسم قلت له انا ابن عمهم ها ما اعرفهم، اعرفهم في البرنامج. قلت يا ولد هالترين، قال هذولي ورعان، هذولي مبزر، هذولي بس يضحكون ويطقطقون على الناس. فعلا هم جالسين يطقطقون علينا كلنا بالزاويه المجلس ها. اي حتى باسم دخل قال انس قال هالله يا محمد بندر اني لكسر العصا فوق راسه، هذا مغرور هذا. ويسمع باسم؟ انا سمعتهم بس ما قلت لباسم، ما قلت له، سكتت انا. عدتني متى قلت له؟ قلت له قريب ترى. اوه شنو جاز بيه؟ اضحك انس. شنو جاز بين امي انا؟ كل ما قال انس شيء قحص عليه بس، قحص يطق. واقول المازن كان جنبي مازن. قلت مازن قالها. قلت يا ولد هذولك بتعبون الدببه. في واحد انت معنا؟ من اللي معنا؟ اول اثنين يجتمعون انت معنا؟ وين؟ ولا مناهم؟ وين؟ وكاد مبارك، وكاد مبارك. و... انا ومهذل لا لا يبقى... انا يوم وقفت عند الباب نجيب نجيب سكويا لا لا الجيب الواقف منو جيب فكرني دخلت انا وباسم حق باسم انا وباسم لا لا الجيب الجيب الشاص اللي كان واقف جنبه اي حق مبارك حق مبارك اول ما جاء وانتم حلقين جنبه اي اول ما جاء انا احترم الوقت صح اي عيد لي ناس لا لا قد احنا طالعين من المقابله عيد شباب على طاري انس ومحمد بندر كان انس ومحمد بندر جالسين مع بعض والله ما ادري معهم حد ثاني وكذا اثنين جالسين يتزاوجون من الوقت يطقطقون اكثر شيء عندهم يضايقونهم. اي اي واحد من والله ما ادري مين اللي يقول لي يا ولد مسوين جروب من الحين وش البرنامج هذا البرنامج مبين مسوي تحزبات. قلت يا ولد احسن الظن بس انا الرجال ما اعرف بس والله اني محسن الظن وان شاء الله يخلون كلامه. اطلعوا فوق حق لا والله يا اخي اول نسخه زي كذا ترى انا جاي ما اعرف شيء واول ما وقفت الا هذا مهذل نازل جايني شلونك انت وش انت؟ قلت انا فلان فلاني. قال تعرف فلان؟ قلت لا. قال تعرف فلان؟ قلت لا. الا هذا مبارك ام خريم واقف ونسولف 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 بعدين والله ما ادري من اللي جاء. المهم الوكاد انا دخلنا جلسنا نتقهوى هاي مقابله من البدايه لا لا يوم اول يوم اول يوم لنا الدخوليه الصياط اي انا ما قابلت نصكم ترى ما اعرفكم انا ما اعرف الا ابو شبيب ومازن قبل وباسم كانوا معي بس انهم مقسمون مجموعتين مع خالد الروقي احنا مع خالد الروقي هم مع حاتم حربي خالد الروقي بعد غدا مقدم ايه المهم هذول بس عرفت وجيههم عبد العزيز مسفري يوم جينا هنا الاول سلطان دويحس اول مره اشوفه أنت أول مرة أشوفك محمد بندر أنس لا محمد بندر شفته أنس لا أول مرة أشوفه أنا ما أتفرج في الصور في تويتر ولا بيهم أثرهم حقدين علي كلهم مصور غنم عند الغنم أنا مصور غنم حطه بالحوض كتبت أدعم ومبرد ويحسبوني يقصدهم أنكم بالحوض هذا ما تواه في سنابك يعني في تويتر أنا معاملة سناب يا ولد توني مسويه ويقوم طال عمرك يوم جيت ادخل وياخذه مني واحد من الربع، قال يا ولد انت وش تسوي في السناب؟ قلت يا اخوي اصور ضلعان واصور بر، قال غلط، وش تويتر ترى ما هو بنفس السناب. قلت ها وانا حذف كل شيء. يوم عاد جيت هنا وقابل مهذل مبارك ترى مبارك اعرفه قبل عند الربع هذولاك. اوه يا اخي ايوه هزاع جاكم هناك اي شايتيننا اوكي اوكي انا حطا في ربع من عندنا بعد قدموا من عندنا وراحوا سناك قبلوا ايه. ما عليه ايوه المهم حتى خالدي حتى اي هي كذا سبحان الله حظوظ المهم وصلينا المغرب انا ما اعرف مهذل ترى مهذل قابلته عند الباب وكلاني بالسوالف
ونشد وانا محب اللي نشد اثره يبي يتعرف يبي يكسر الحاجز. المهم يوم كشيت منه وانا اجي يوم دخلنا نصلي المغرب قالوا الشباب اللي يأذن اللي يأذن اللي يأذن لا والله بعضهم مستحي انه يأذن وما ادري وايش وانا اقدم قلت انا بأذن وانا أذن الله اكبر مسجد هنا بالمجلس الازرق مهذل موجود يوم أذن قالوا الربع نبي نروح نتوضا انا على وضو قلت خلاص حنا وخمسة على وضو انا وما ادري مين باسم قال استنى لا تقيم الصلاه لين اجي قلت ابشر ومازن كذلك ويروحون يتوضون راحوا نص المجموعة يتوضون إلا مهذل وهو يقمز مهذل قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر بسرعة يوم جاء باسم إلا والله برك على خيره باسم طارت عيونه تعرفه صريح الرجل قال 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 إيش فيك أنت بنلاحقك تصلي كذا خلف كواليس انا بجيب كل شيء يا رجال واصل يا رجال يوم 60 اي والله مهدي الحبيب لو يسمعها بيضحك ترى علمته السالفه يوم خلص قلت انت الحين امك تقيم الصلاه انت بعد حقت ها لا والله انا ما حقت هذا عجل لا انا قلت هذا الرجل عجل هو فعلا ترى في عجله احيانا يدخل المسجد اذا قد يبغى يرقد ولا يبغى كذا يقوم الصلاه سواء تخرج حق الصلاه يقوم الصلاه المهم انا كلمه قلت ليش غير قال يا رجال اللي هذول يتمططون وهو صادق يطلعون عند الباب يسولفون بعضهم صدق والله ترى ما يلام الرجل حتى انا مرات والله ودي اقيم تدري ليش يجيك واحد اثنين يسولفون هنا يبي يتوضا مهذل من الناس اللي ودي يقطع بجلودها على الطول ما عنده واقول له وقال لا لا ما هو صحيح عاد ذكرته قبل اسبوعين هنا قاعد يضحك والله اني اذكر صلى وانا باسم انا اذكر انا جيت مع المجموعه الثانيه انت المجموعه الثانيه صلى فيكم باسم صلى وانا باسم وانا جيت متاخر صليت حالي ما ادري مين صلى مع باسم أذكر. مع باسم اذكر انا يوم قال عبد الرحمن الكليب الساعه 4 الثانيه الساعه 4 العصر تكونون بالقناه واللي يتاخر راح يبدا عبد الرحمن الكليب يا رجل طيرنا جاي انا الساعه 3:30 هنا والله انا جيت الساعه 4 هنا ودقيقتين وقفت قدام الباب وانا اجي اول ما جيت هذا العرماني مرحبا كيف حالك سك طيب قلت مرحبا مسهلا يوم اخذت اللباسه بالجيب جاي ومع جويده قلت لي هذا شاد هو اجد بدري لكن تدري اقوم انا ارحب واسلم عليه اي بلا احنا ندخل يوم دخلنا ويدخلون معي يا عمي معي اغراض واجد انا ماني ناوي استمد انا جاي قبلكم جاي معي اغراض واجد ليش بندر انا مازن دخلوا اثنين من عيال عمي وجلسوا معنا بمجلس ازرق سلموا وجلسوا يوم جاوبون يمشون اغراضه كامله اغراضه كامله تبي شيء جايبين من الحفر قلت سلامتك قال واحد منهم يلا شباب فالكم المراكز الاولى قلت انا العيال ما اعرفهم قلت لا المركز الاول لي وباقي الدعوات لهم العيال موجودين اذكر نوف الشهري واذكر يمكن فارس موجود واذكر العيال عشان كذا يوم جانا الشايب لعب هو باسم محاوره تذكرون ايه يا ما اقصد معكم حقت على سلطان ترى اي لا عشان يقع حصت على باسم لا انتم اثنين وانا قلت بيت وانت ملي رصتني ببيت وقال خلاص انتهت وانا برد اي انا تدري ليه انا ما اول شيء ما انا بعرف احد والشيبه احسن بس مو يمون على جده اللي ادري عارفه وصراحه انا احرج الشيبه شو الشيبه مو شعر زين بس باسم عطاه بيت عطاه بيت والشيبه فكر شوي رد اي بيت يخا شوي يجيب باسم بيت قوي انا شفت الشيبه انحرج قعد له شوي ما رد اقوم ارخص باسم بيت يرد صدق يقول انت حاجه خلاص انا بفزع مع باسم تعطينا بيت على طول هو ما اعطيك بيت اعطيتك بيت على طول يا خذ شوي فلح مطول وثلاثه طول غادي بيننا شيء قلت هذه بدايات ما نبغيها خلي بس على بيت حقت عليه ما خلاني ارد يا ولد زين يبعها اي والله رصني ببيت سلطان انقهرت يا ولدي قامت الدنيا تفترن فيني برد عليه شوف المعلوميه لاحظت الايام اول ما دخلنا هنا اول ما لعب محاولات ما ادري من اللي معه ما واحد ثاني ضايع من ناحية والله يا سكت لا لا العب هو نصك ببيت لا يا سكت سلطان لا رصك ببيت والله انا قلت ببيت رصنا ببيت بس البيت اللي قبل وش كان؟
هي بزر الصك وعقب خلاص طلعوا فاصل. بيتني يمنح الا خلها هذيك فعلا اخطا عليه اخطا عليه. ايه ما ادري طلعنا طلعنا فاصل. خطا خطاك مدموح يا ابو ايه فاصل طلع فاصل. ايه طلع فاصل. والله ما ادري. استلم فاصل. زين ما طلعونا فاصل. عاد هم تشدني في بادي ورد قوه. محاوره الظاهر متفقين عليها عيان ما ادري مين معهم الظاهر كاتبينها والله ما ادري مين معهم. عيان هذه الصقر. ما ثاني؟ انت معهم ولا انت معهم؟ وانا وباسم. لا انا يوم دريت. ترى ما تروحون به ما دخل شارك هم محضرين وانا وباسم جيت انا بعد الربع الاربعاء احنا تحاورنا هناك سمعت لا بالحوش بعلمك تحاورنا هناك عشان تعرف تحاورنا هناك انا بدعت بيت رد علي باسم ورديت على باسم ورد علي دخل علي انت عارف دخلت علي ام قام عليان ودخل علينا وقام عبد العزيز صغير ورد عليه رباعيه قلت وش رايكم نكتبها ونقولها برا قالوا تم حلوه هي حلوه فكرتها بس انا يوم جيت عينتهم يلعبون كذا حطيت بيت ورد علي مهذب يعني في معنى البيت اني انه مبيته اني بيتي حاضر بحاضر حاضر بحاضر وهذول مبيتينها يجين عليان على طول يعطيني بيت قوي قلت قلت انا ايش يقول خصمي هنا كانها في معنى كان طوله يقول بنقح قال وايش كيف البيت انا؟ ترى هذا ما قلت لي انا قلت لي انا والله لك والله لي اجل لك يمكن انت اي انت خلاص انت بعد علينا الايام لان الايام جاي يرد قلت البيت قال علي بيت انزل تقول البيت انا اول ما جيت للربع جاني انا ما كنت امون عليه جاني قال انا بدخل معكم تذكر؟ قلت والله ما تروحون فيها برد معكم اذكر اني شاركت غصب غصب زين وانا مستحي منه ما اقدر ارده كنت ما امون عليه بس الحين والله ما في غصب اسمع انا جيت اول ما جيت للربع يوم جيت ما يحتاج اتطرق لبعض الامور الربع شايفيني الظاهر قالوا هذا ما عنده شيء لا محاوره ولا نظر انا خابر انا خابر وش عند الرجال اول ما جينا النظره الاولى دائما انا عندي مشكله بالنظره الاولى النظره الاولى انا اقول دائما مثل معدل السنه التحضيريه اللي طاح ما ترفع مع انه والله ما بيضر مني شيء بس اشوف يا اخوي نظرات الربع يوم يلعبون صادق صادق إيه في المحاوره بلاهم بلاهم ما يعرفوني يوم محاورتكم اول محاوره مره عند واحد وانا ميلها مع اخر شيء قلت افرض لو ادري وشو منو انا قلت ابي اثبت المحاوره ولا فين محاوره ونظم اشوف ربع يقصدون ويسمع واللي خلص الثاني يبدا انا شاعر انا صعب اني ابدا ما حد يقول لي تفضل قلت له بدون احد يقول تفضل انا بيتفضل بنفسي اي بلا والله ميل على الربع لين الحمد لله هالامور من عقب البيت ذاك اللي اعطاني اياه لا تذكره عشان ما اذكر بيتك لا تذكره يلا اذكر بيتك لا تذكر لا لا خلاص ارسلوا اللوكيشن على بعض هلا تطور فارس ايش رايك من جاز معك يتطور يا ابو دويحش اما يوم ترص البيت عاد احنا حاطين زبال في واصل في واصل ما عرفناه لين يمكن بعد اسبوعين من ثلاث اي لين علمونا هلا سلام بندر تعال تعال علمنا اول ما قدم تعال نبي نعلم نقدم من جلس هنا لا هو يبي يدني لا عنده والله علمنا اليوم علمنا في الطريق اول ما اجى وجلس وقعد له يومين فلا جلس يومين يصبر ثلاثه من هو؟ نبيك تعلمنا واحد اول ما قدمت وجلست هنا يعني دخلت قدام كم الساعه اول شيء؟ الساعه ثلاث الا ربع يعني كم بقى على الاذان؟ الاذان ثلاث وزياده الظاهر يعني كم بقي؟ فوق يمكن بقى ربع ساعه والله اخر كم؟ على ثلاث كم؟ أجل كم آخر؟ على ثلاثة هو ضاع. أجل كم؟ أجل كم؟ أجل كم؟ ثلاثة إلى ربع الحين. 23 دقيقة يعني. كم آخر؟ شو؟ الساعة 3:22:21. أقول ثلاثة إلى ربع. بقي ربع ويجي ثلاث. أجل كم؟ ربع ساعة. كم آخر؟ يعني آخر شيء ربع ساعة. تقريبا ربع ساعة. أجل كم؟ مرة. أمشي ولا أقعد؟ أقعد. بقي ربع ساعة. أجل كم؟ يلا. يلا تمام. بندر. أجل كم؟ أجل كم؟ أجل كم شو؟ يعني كم ساعة؟ 240 آخر كم؟ أجل كم؟ زين أنت؟ أيوة تقول لي ما قلت عظنا ما بقول تقهو تقهو
خذك ما بقول لك شيء. للحين قهوة حارة ترى. ها بيجي واحد الحين اي هذا تكبس لا تو باقي باقي. شاب اقول الخير يا اخوي اجر. اي ولكن في جدوى. سلامات يا اخي اول خلاص مشي ما الحين لا اما الجدول فلا. تقول لي ايش ابو انا عطنا سالتك يوم قدمت اول ما جيت دخلت انت يوم جيت انت اول ما دخلت القريه هنا ترى ما يدري عنها من هو؟ احمد احنا بنسمع والله قدمت وكتب الله ووصلت القريه ويوم حددوا لنا الموعد ان نجي تقريبا بعد العصر ما جاء الساعة 5 أو قبل الساعة 5 إلا وحين هنا. إي والله تجمعنا برا في البرحة اللي برا اللي عند البوابة اللي برا في الساحة دي كانت في جلسات كذا على اليمين. إي والله وبدوا يجون واحد 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 مجموعة. هذه في أول شيء أول شيء في التصفيات. إيه إي والله. لا أنا إحنا نتكلم عن أول ما الـ 24 دخلنا القرية. ايه والله شوف ما اتذكر زين لكن اتذكر مازن. مازن هو اكثر واحد يعني شفته وجلست معه وتعشيت معه عرفت مازن. دخلنا حتى يوم فتحوا المكان هذا قالوا روحوا شوفوا الحين في المجلس. ايه صح روحوا شوفوا. سبحان الله ما اتذكر ولا واحد فيكم يعني خاصه في اللحظه دي. انا اذكر وانا جالس انت كنت لابس غطره اول ما ادخل من الباب يسار المجلس الازرق. اول ما تخش المجلس الازرق يسار مره كنت هنا ومره هنا ومره هنا. لا انا اذكر اللقطه هذه انك كنت فيها. لا لا الله لا يجزع عدوك خير يا فارس. باقي ارجع ارجع والله لك مجنون والله لك مجنون والله ايش رايكم؟ انت ابو يسبقه ابي اضحك يا اخي من زمان ما ضحك ضحك جدا يا رب يسر معليش قطعنا سولفكم استمر ما بطريف عادي ها اسلم 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 والله والله فهمت السالفه من ناحي فهمت ايش صار كيف حالكم عساكم طيبين والله الحمد لله تقعد تقعد ما قاعد نجي اعوذ بالله من الشر الرجيم استغفر الله وتوب اليه سلطان انت صاح من متى سلطان؟ امس وش الفقرات اللي كانت موجوده؟ امس تبي تستثمر؟ تسويق امس شو سوقته؟ مو بتسويق نقاط يا ولد مقطعك منتشر يوم انك جاي انت الطوالة كنت منتشر واحد صح؟ ايه يوم انك شايب اي لا ولي مقطع انا ميلت على احمد العوض ما كان طريق التسويق انك كيف تقدم على وظيفه. جيت معي لهب وجيت اقدم قلت ابي وظيفه كم سنه قلت ابي وظيفه قال يا اخوي اصبر استريح قلت استريح وتوظفوني قال ان شاء الله استريح وانا استريح قال لي والله تفاصيل الموقف اني ناسيه بس يوم طلعت وشفت المقاطع تذكرت قال لي والله ما ادري كيف وكات قلت اتكلم عن اللهب اتكلم منه قال كيف قال انترناشونال هو يقول قلت انترناشونال هو قالها بشكل غلط قلت انترناشونال قال لي هي قلت تحب ادخل اسوي لك تحدي قال وش قلت عيد انترناشونال 3 مرات قال انت جاي تشخص على المدير انت وش شهادتك يقول لي انا قلت شهادتي لا اله الا الله قلت استاذ في نقطة يلا شهادة لا
لا انا دخلت صراحه انا يوم اني امزح مع احمد يا اخي ناسي بعض التفاصيل. بعدين انا يوم طلعت بعض ربوعنا ينشدون عن بعض المواقف بعض الاشياء والله اني اني ساجم اني ناسي ليش. قلت يا اخوي احنا مكان واحد بنفس الاشياء فننسى. الواحد يوم يتذكر يتغير الاحداث وكذا وتغير المكان لكن احنا مكان واحد الواحد ينسى. صح صادق. والحاجه الثانيه ترى متابع ترى سبحان الله شوف مروق جالس ولا يفكر في شيء. الحين تقول كلمه وتفكر وتقول كلمه عشان ردت فعل شيء معينه ولا كذا. هو جالس يفكر يحل ايش فيه ذا وايش هذا ويعيد المقطع ما راح يفكر يعني يهبت المقطع يروح لين يكمل. يا جاك حافظ تفاصيل انت ناسي من حقه العرض ذي حلوه. انا دخلت الظاهر قلت اسوي في اني قلت هذا ولد جارنا حاطين يتيم. يوم قال ولد جارك قال يتيم انا فاهم الاستاذ انه يتيم ابوه ميت هذه فاهم خلاص خلاص منه. قلت يا رجال انا ما حطيت ولدي عشان ما يقول الابو ازيم الولد ازيم الابو. قال بنقدم على ناس في ناس بيمشون من الشركه وكذا كل ما يروح واحد يوظفهم. قلت هذه كانت الواقع دي من شركه. كم ساعه؟ ثلاث الا دقائق. بعد كم عن الاذان؟ يمكن 10 دقائق. ثنتين وخمس 55 دقيقه يبدا. عليك مطبخ اليوم ها؟ اي كان من هو مقدم؟ هو شبيب وانا هو فارس ومحمد ملحم وانس. محمد ملحم وانا؟ طيب ومناحي؟ مناحي كذا ما عنده فقره. ايش صار رجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والله ضحكت والله والله اني ضحكت. بندر لا استغفر الله واتوب الي. الف هوى مالي وسر انت عشي على القلوب الطيبه رضينا كل يشوف انه على الصاحي ماشي كل ما عقله وعقله دليله. اي بالله انك صدقت كل ما عقله وعقله دليله. لا تشغل دماغي بكثر النقاشي ما فيه حاجه في الزمن مستحيله. الله الله لا تشغل راسي بالنقاشي ما فيه حاجه في الزمن. أعرف هوى بالي وسر انت عشي أهل القلوب الطيبة والعليلة. القلوب الطيبة والعليلة كل يشوف انه على الحق كل يشوف انه على الصح ماشي كل ما عقله وعقله دليله. الله يكتب لي بيه خير. استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله. والله ما هذه ابيات لي بس اني وهالشيء مضيع فيها شوي مغير فيها والله ما ادري بس ما اجيب الا نحاول الظاهر ثلاث ابيات. يلا